يا صباح الخير والأمل والسعادة والتفاؤل، صباح يوم جديد إن شاء الله يا رب يكون كله خير وبركة على كل أفراد المجتمع المصري بإذن الله، ونقدر إن احنا نحقق كل حاجة بنتمناها في حياتنا. يوم جديد ولقاء جديد مع حضراتكم في مصر جميلة، زي ما احنا متعودين دايما بنتقابل معاكم ومجموعة من الفقرات نحاول دايما نلقي الضوء على كل شيء إيجابي وعلى كل حاجة حلوة. الإنسان لما بيشوف الحاجة جميلة وبيشوفها بعين يعني فيها نوع من الإيجابية، أكيد ده بينعكس عليه وبينعكس على أدائه وبينعكس على حياته كلها. يا رب كلنا نشوف دايما كل حاجة حلوة في حياتنا ونقدر إن احنا نحقق كل أمنياتنا بإذن الله. وأعتقد دايما كده مع نهايات عام وبدايات عام جديد تكون في أمنيات كتيرة جدا إن شاء الله، بتمنى إن كل واحد فينا ربنا يوفقه ويحقق كل أمنياته. النهاردة مع حضراتكم من خلال مصر جميلة حقيقة بنتكلم عن العديد من الإنجازات والخطوات اللي بتتم في الدولة من أجل التنمية في كافة المجالات. الجميل إن احنا بنشوف تنمية في كل محافظة من محافظات مصر، وبنشوف افتتاح العديد من المشروعات، يعني بنشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي متواجد في كل يوم في محافظة، النهاردة في دمياط، بكره في البحيره، بعده في شرم الشيخ، في غيره من المدن والمحافظات المختلفه. لكن دايما بنسعد جدا بالتنميه على اغلى واهم جزء عندنا، لانه مش بس بيمثل تنميه واقتصاد، لكن بيمثل كمان امن قومي. سينا، سينا مش مجرد جزء من أرض مصر، لكن سينا تاريخ مهم جدا وحضارة كبيرة جدا، هي البوابة الشرقية لمصر. عشان كده تنمية سينا دايما من الأمور اللي بتهمنا، وبالفعل كان هناك العديد من الخطوات اللي قامت بيها الدولة في هذا المجال. النهاردة مع حضراتكم هنتعرف على تنمية سيناء وأثرها والعائد الخاص بيها في مختلف المجالات بقى، وإزاي إن احنا ممكن نستفيد منها. وهيكون ضيفنا في هذا اللقاء دكتور عبد القادر الهواري، الكاتب والباحث بالشؤون العربية والدولية، للحديث حول هذا الموضوع. مش بس التنمية في مختلف المجالات، لكن كمان مواكبة كل ما هو جديد وحديث، ده كمان من الأولويات اللي بتضعها الدولة المصرية نصب أعينها. علشان كده التطور التكنولوجي الهائل اللي موجود على مستوى العالم بنواكبه وبنخطو في خطوات سريعة جدا. مصر بالفعل أصبحت بتقوم بعملية التحول الرقمي. التحول الرقمي مش مجرد يعني أسلوب جديد بنتبعه، لكن هو تطور تكنولوجيا هيكون ليها دور كبير جدا في مكافحة الفساد، في التطوير والنهوض بالدولة المصرية في مختلف المجالات، وأصبح بالفعل موجود، وأصبحت البنية التحتية مؤهلة للقيام بالتحول الرقمي. وده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة بإذن الله أيضا من خلال فقرتنا اللي هيكون فيها ضيوفنا الأستاذة فاطمة حسن والأستاذة رنا رجب، الباحثين بالمركز الإعلامي العربي. موضوعات يعني كلها بتبعث بالأمل في التقدم، في التنمية في مختلف المجالات، وبتدينا طاقة إيجابية إن شاء الله نقدر نستفيد بيها. هناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع على طول لحضراتكم عشان نبدأ أول فقرة من فقرات مصر جميلة. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبنبدأ معاكم أولى فقراتنا في مصر جميلة. وأجمل حاجة إن الفقرة تبعث بالأمل، تبعث بإن احنا بالفعل بنقوم بخطوات جادة في مجال التنمية في مختلف محافظات مصر، ومن أهمها طبعا سيناء. سيناء اللي بتشهد بالفعل العديد من خطوات التنمية في مختلف المجالات السياحية والزراعية والاقتصادية والأمنية أيضا، وده كله بينعكس على حال المواطن
المصري والمجتمع المصري ككل. تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع انا اتحدث فيها مع ضيفنا اللي مشرفنا. اسمحوا لي ان انا ارحب بدكتور عبد القادر الهواري، الكاتب والباحث للشؤون العربيه والدوليه. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير ساده المشاهدين. يعني خلينا كده نقول بدايه اهميه التنميه في محافظات سيناء بشكل عام. مصر تعتبر دولة آسيوية مثلما هي دولة إفريقية. حتى الآن الحقيقة الاستراتيجية دي محدش استفاد منها، واعتقد في الفترة القادمة هيتم الاستفادة منها. مصر تمتلك جوهرة في قارة آسيا، هي سيناء تمثل 60,000 كيلو، حوالي 6% من مساحة مصر، تحتوي على أكثر من 5000 نبات من النباتات، تحتوي على مليارات الأطنان من الرمال البيضاء والسوداء والمعادن المختلفة، وبالتالي سيناء هي تمثل بالنسبة لمصر عمق استراتيجي آسيوي إفريقي متوسطي بحر أحمر، وتعتبر من أهم المناطق اللي تم استثمارها بعد مناطق الصعيد في المستقبل. أهمية دوت تعود إلى القضاء على الإرهاب وإزدهار سيناء بالسكان والتنمية الاقتصادية على مختلف المجالات، إنه في المستقبل يتم إسكان سيناء بحوالي المستهدف من حوالي مثلا مدينة سلام، المدينة التجارية الصناعية المستقبلية 2 مليون، وسيناء على الأقل مفترض يكون 3 مليون على الأقل مأهولة بالسكان. ودوت هو القضاء الأساسي على الإرهاب والمشكلات الموجودة في سيناء. يعني أصبحت الاقتصاديات والسياسات الحديثة والاستراتيجيات للدول مواجهة أخرى مع الجماعات الإرهابية والفكر المتطرف ومحاولات الاحتلال أو الطمع والأطماع في الآخرين هي بالتنمية الاقتصادية. وبالتالي لما هيتم جذب عدد كبير من السكان في سيناء، هؤلاء السكان هيقدروا يتفاعلوا مع بعض، ويبقى في نسيج وطني صحيح. قوي كبير جدا، متفاعل مع جيشه مع شرطته بين الشعب وبين بعضه في مواجهة هؤلاء الأعداء. إذن هو استثمار العنصر البشري، اللي يعني يمكن قبل كده عبر سنوات طويلة كنا بنسمع إن العنصر البشري بيلتهم التنمية وبيعوق عملية التنمية. النهاردة أصبح في فكر مختلف في إدارة هذا العنصر واستثمار هذا العنصر البشري، اللي أثبتت كل الأحداث إن هو حائط صد بالنسبة للكثير من الأمور، ومن أهمها طبعا زي ما حضرتك تفضلت وذكرت عملية الإرهاب. عشان كده التنمية البشرية في سيناء ليها دور كبير. طيب خلينا ناخدها جزئية جزئية. من بعد حرب 73 كان هناك جهاز تنمية وتعمير سيناء، هذا الجهاز اللي تم إنشاؤه من أجل يعني القيام بخطوات جادة في عملية التنمية، ولكن لم نشهد هذه التنمية بشكل واضح كما شاهدناها في السنوات القليلة الماضية. هنا الاختلاف بيكون في ايه، والارادة السياسية ازاي قدرت انها تحقق خطوات ايجابية؟ الحقيقة يعني مصر فيها استراتيجيات موجودة من علماء بيكتبوا في المستقبليات والخطط المستقبلية الحقيقة من فترة طويلة جدا. يعني كان في استراتيجية مصر 2020 وحاليا 2030، وفي استراتيجيات ل 2050، وفي البعض وصل ل 2100 كمان. سيناء كانت في العمق والفكر الرئيسي في الاستراتيجيات المستقبليه. مصر فيها اجهزه للتنميه في مختلف المناطق زي سيناء، زي الصعيد، زي منطقه قناه السويس اللوجستيه ومناطق عديده. الجهاز الحقيقه كان عنده استراتيجيات وخطط، لكنه ما كانش فيه الجوانب الماليه. يعني مثلا حاليا موجود سيناء انه هتتكلف تنميتها في مختلف المجالات حوالي 795 مليار جنيه، مبلغ كبير وزهيد. كيف سوف يتم جمع هذا المال او توفيره، وكيف سوف يتم استثماره واقبال مستثمرين مصريين وعرب واجانب للقيام بجهود في هذا المجال. الجهاز تم تفعيله من 2014 بشكل قوي الحقيقه، وتم عمل تقويه الخطط اللي كانت موجوده والاستراتيجيات لسيناء. يعني حاليا هناك اعتقد كلنا سمعنا عن 400,000 فدان اللي موجوده للشباب لمحافظه سيناء، طبعا محافظات سيناء طبعا ومحافظات الجمهوريه، والمميزات اللي موجوده. يعني الشاب بياخد ارضه وبياخد فتره كبيره جدا في التسهيلات، وبياخد فترات فيها عدم سداد، وامور عديده جيده جدا بالنسبه للشباب، فرصه جيده وواعده. ومستهدف منه اساسا انه يبقى في عدد كبير من السكان في سيناء، خاصه في منطقه الوسط اللي تعتبر فيها شبه فراغ بالنسبه للسكان ما بين شمال سيناء وجنوب سيناء.
منطقة وسط سيناء. طيب ده بيتطلب توفير آليات للحياة وللمعيشة لهؤلاء الشباب، وده اللي اهتمت بيه الدولة من خلال توفير البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات الخاصة بتوفير أماكن للسكن، توفير الطرق والأنفاق اللي تم افتتاحها بالنسبة لمحافظات سيناء. فالبنية التحتية والبنية الثقافية اقتصادية تجارية صناعية زراعية، يعني قيام مجتمعات متكاملة. بمعنى فكرة في السابق كان دايما كل شيء بتستحوذ عليه العاصمة في مصر، يعني مصر في تاريخها حوالي 17 عاصمة عبر تاريخها، كلهم كانوا دايما عاصمة مركزية والسكان بيجوا يتكدسوا في منطقة واحدة. حاليا لا، الفكر الاستراتيجي بقى متغير، يعني بمعنى انه في سيناء هيكون عندي مدينة سلام هيبقى فيها هي العاصمة المال والأعمال المصرية على مستوى مصر رقم واحد، هيبقى في عندي العاصمة الإدارية الحالية تبقى عاصمة إدارية وسياسية، مثلا تشكي والعينات أو مناطق أخرى تبقى عاصمة زراعية، الإسكندرية على سبيل المثال تكون عاصمة ثقافية، الأقصر تكون عاصمة التراث المصري والتراث العالمي، وبالتالي السكان يمكن توزيعهم في مناطق مختلفة والكل يستفيد. فسيناء لما بقى فيها أنفاق عديدة تم ربطها بالوطن بالجسور المختلفة بالأنفاق، أصبحت المدة أقل، التنقل بقى أسهل، هيبقى في انتقال أسرع وأسهل. وحاليا منتجات زراعية موجودة في السوق الحقيقة هي منتجات من سيناء، وفي منتجات بيتم تصديرها الحقيقة من سيناء. كمان أهالي سيناء مهم جدا أنهم يستفيدوا من هذه المشروعات، أبناء المنطقة في المقام الأول طبعا، يعني فبالتالي هم الحقيقة بيستحوذوا على كم كبير وفي التواجد في هذه المشاريع. يعني مثلا جامعة سيناء اللي بيتم افتتاحها، في أربع كليات هيتم افتتاحها في شرم والطور، ومقرها الأساسي هيكون شرم، ومقرها الأساسي هيكون الطور وشرم بعد كده ورأس سدر، وبالتالي هيبقى فيها استيعاب حوالي 20,500 طالب، كل دول أغلبهم هيكون من سيناء أو والعمالة هتكون أغلبها من سيناء. كمان نفس الكلام المشروعات المستقبلية لأهل سيناء. جميل، ولما بنتكلم عن المشروعات المستقبلية بنقول إن سيناء أيضا هي أرض الفيروز ومليئة بالثروات المعدنية اللي أعتقد ممكن إن احنا نقيم عليها العديد من الصناعات أيضا والمشروعات اللي ممكن تفيد الشباب أهالي سيناء بشكل خاص والشباب المصري بشكل عام. كيفية وضع آلية كمان للاستثمار الصناعي في سيناء خاصة مع وجود هذه الثروات المعدنية؟ الحقيقة الدولة والجهاز جهاز تنمية سيناء لديهم استراتيجية من ناحية الصناعة على سبيل المثال، يعني هناك كلية سوف تقام في جامعة الملك سلمان في سيناء خاصة بالصناعة وتطويرها وإزاي تحديثها واستخدام التكنولوجيا فيها. قيام منطقة زراعية كبيرة في سيناء يتطلب أيضا قيام مصانع تقوم على هذه الزراعات، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في الداخل في مصر وتصديرها إلى الخارج، وليس تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج بشكل مباشر كما أننا نصدر مواد خام إلى الخارج ولا نستفيد منها. صحيح، وده كان بيؤثر بشكل كبير على عملية الاقتصاد. في فرق كبير جدا إن أنا يبقى عندي قيمة مضافة على المواد الأولية أو على المواد الخام غير لما بصنعها وأعيد تصديرها بعد كده. فالصناعة في المنتجات الزراعية مهمة جدا لسيناء وتستفيد منها، وتستفيد منها مصر في العملات الصعبة والتصدير. أيضا سوف تستفيد منها في الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات. فمصر تستهدف المستقبل أنه هناك لا يحدث عجز في منتجات القمح على سبيل المثال أو الدقيق، خاصة أننا كنا نستورد حوالي 60% من احتياجاتنا، وإحنا من الدول الأولى في استيراده على مستوى العالم. فمن يصنع غذاءه لا يحتاج إلى ضغوط الآخرين على الأقل. صحيح. وسيناء أيضا في هناك منتجات عديدة، منتجات الفاكهة الخضار، كل ده بيتم استثماره زراعيا وصناعيا واستخدامه في مختلف المنتجات الصناعية. أيضا هناك معادن الرمال السوداء والرمال البيضاء التي كان يتم تصديرها لدول قريبة مننا في الجوار على الحقيقة. صحيح. وهناك حاليا تقام مصانع مصرية ومستهدف أنه تصدر إلى المستقبل، بمعنى أنه رجال الأعمال أو المصدرين الذين يقومون بتصدير هذه المواد الخام بآلاف الأطنان بالمئات الأطنان بمبالغ زهيدة يمكنهم قيام مصانع أو يعني
جذب المستثمرين لهؤلاء المستثمرين الاجانب الذين لديهم مصانع في الخارج يقوم بعمل صناعات داخل مصر، بمعنى ان مصر هي دولة مركزية لكل العالم في الصناعة، في الزراعة، في الاقتصاد، في التجارة، في الغذاء، في سلال المنتجات الغذائية، في الطاقة، في مختلف المجالات المستقبلية. وبالتالي مصر هي تصبح الدولة التي العالم يسعى إلى تأمينها والحفاظ عليها مستقبلا، وليس التكالب عليها والصراع معها. لأنه عندما يصبح العالم في حاجة إلى اقتصادات مصر، في حاجة إلى منتجات مصر، في حاجة إلى استيراد مصر، لأنه أي مشكلة سوف تحدث في مصر سوف تؤثر عليه في هذه الحالة. وبالتالي ده مهم جدا يكون في استراتيجياتنا. أيضا المواطن نفسه له دور مستقبلي، بمعنى أنه الجيش والشرطة هم بيحملوا العبء الكبير من حقيقة من 25 يناير وما وحتى إلى الآن في البناء والدفاع عن الوطن. مهم جدا أننا كلنا يبقى لنا تواجد ومشاركة، بمعنى الجماعات الإرهابية من المؤكد أن هناك إرهابيين يعيشون ويأكلون ويشربون بيننا. عندما نرى أو نشاهد أو نسمع إلى ذلك، علينا أن نقوم بأدوارنا الوطنية تجاه بلدنا وتجاه أنفسنا، لأن الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، الأمن الوطني، كلهم بيهدفوا إلى خدمة الوطن وليس لخدمة أجانب على سبيل المثال، وليس خدمة آخرين. يعني أكيد يعني هي الشراكة والمنظومة المتكاملة هي بلسعى ليها النهاردة. والحقيقة كل الأحداث أثبتت أن المواطن المصري هو شريك النجاح في كل المشروعات القومية اللي بتتم، وهناك العديد الحقيقة من أوجه التسهيلات والتحفيز للاستثمارات المختلفة لجذبها للتواجد في مصر بشكل عام، والاستثمار في أراضي سيناء بشكل خاص، وإقامة العديد من الصناعات. عايزة أتكلم كمان على أهمية سيناء من الناحية السياحية، وأعتقد أن احنا بنمتلك السياحة الشاطئية، السياحة الدينية، السياحة العلاجية، نستطيع أن نحسن من قدرة السياحة وتواجد مصر على خريطة السياحة العالمية في العديد من المجالات. شرم الشيخ من المدن الأولى على مستوى العالم في السياحة طبعا. سيناء هي فيها العديد من المزارات الدينية، العديد من المزارات العلاجية، السياحية، الترفيهية. الحقيقة السياحة في مرحلة ازدهار، الحقيقة يعني البعض كان بيقول بعض النقد للوزير الحالي، لكنها الحقيقة احنا كأكاديميين بنعرف تماما مدى خبرتها ومدى فكرها التي تضع الخطط ثم التنفيذ فيما بعد. وحاليا السياحة اعتقد معظم الفنادق في مصر على مستوى الجمهورية نسبة الإشغال حاليا تتعدى 90% في غالبية الفنادق اللي لم تصل أكثر، خاصة مع احتفالات رأس السنة. فسيناء حاليا الإشغال فيها حوالي 95% في معظم الفنادق خاصة في جنوب سيناء. هناك خطط مستقبلية في سيناء، يعني هنا في مدينة سينين سوف تقام شركات لعمل اليخوت والسفن البحرية لمصر ولدول أخرى يتم تصديرها. ونفس الكلام هناك مشروع مستقبلي في شرم الشيخ لصناعة اليخوت والترفيه والاستمتاع بها في المستقبل. هناك العديد من الفنادق والشركات التي تقوم بالاستثمار في سيناء، معظم شركات العالم موجودة في مصر وفي سيناء. الحقيقة أهالي سيناء بيستفيدوا أيضا من هذه المنتجات، هناك منتجات اليدوية والصناعات الصغيرة وبيعها وموجودة في بازارات، ومنتجات عديدة موجودة في جنوب سيناء كلنا شفناها في مناطق عديدة زي المشاية على سبيل المثال. صحيح، وبصفة خاصة كمان أن أصبحت شرم الشيخ ليس فقط محط أنظار السياحة من حيث المناخ أو المناظر الطبيعية، لكن كمان المؤتمرات اللي بتقام فيها. يعني كلنا في انتظار منتدى شباب العالم اللي هيقام في شرم الشيخ برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنا بتكون في يعني نوع من التواجد الإعلامي أيضا ونقل الصورة. لو لم يكن هناك أمن وأمان لم يكن هناك هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات المهمة الدولية وغيرها من كافة المؤتمرات اللي بيتم انعقادها في شرم الشيخ. فهنا كمان في دول يعني بتبني سياحتها على سياحة المؤتمرات والمعارض، اعتقد ان احنا بقى لينا كمان التواجد في هذا الموضوع. كان مهم جدا ان نحط في استراتيجياتنا السياحية سياحة المؤتمرات، السياحة العلاجية، بناء مستشفيات للعلاج، وهي موجودة حاليا، موجودة في سيوة على سبيل المثال، موجودة في بعض الفنادق في جنوب سيناء، موجود سياحة الصحاري كانت ضعيفة في الفترات السابقة. سياحة المؤتمرات الدولة توجهت لها في الفترة الأخيرة بشكل قوي جدا. معظم المؤتمرات يا إما بتقام في أسوان، يا في سيناء، في شرم الشيخ،
يا اما في الغردقه. صحيح. في المناطق السياحيه، بمعنى انه كلما هناك مؤتمر بيتم الترويج للمؤتمر، وبالتالي بيتم الحديث ورؤيه المنطقه ومميزاتها العديده. يعني فكره الانغلاق على القاهره العاصمه اللي كانت مستحوذه على كل شيء تقريبا اصبحت فكره يعني قديمه، خاصه ان القاهره نفسها بيخطط لها مستقبلا ان تكون العاصمه التاريخيه وليس العاصمه السياسيه المستقبليه. يعني بمعنى انه منطقه مجلس الوزراء على سبيل المثال مقترح لها ان تكون منطقه سياحيه، تحويلها لمزارات سياحيه ومناطق تاريخيه. القاهره نفسها فيها مزارات دينيه، مزارات ثقافيه، مزارات في مختلف المجالات وسياحيه. يعني القاهره نفسها سوف تصبح منطقه سياحيه وليس عاصمه مستحوذه على كل شيء. خليني برضو يعني احنا يهمنا جدا وجهه نظر الاخر وكيف يرى العالم ما يتم الان من اوجه تنميه مختلفه على ارض مصر، وبصفه خاصه تنميه لسيناء، خاصه في ظل الاحداث وترقبها والعمليات اللي كانت بتتم على ارض سيناء وكيفيه مواجهه الارهاب. اعتقد ده كله ايضا محل اهتمام العالم وبيعطي نوع من الاهميه لتنميه سيناء. الاخر مهما كانت اهدافه ومهما كانت طموحاته، مصر الان اقوى مما كان يعني في السابق بكثير، وما حدث لن يحدث ولن يتكرر. مصر لديها جيش في الترتيب العشر الاول على مستوى العالم، لديها شعب واعي وقوي هو يدافع عن بلده ويعرف مصالح وطنه ويقف مع قياداته ومصالحه وادواره الجيده. مصر حاليا تخطط ان يقام هناك محافظه ثالثه في سيناء، ولتكن مثلا الفيروز في سيناء، وبالتالي يكون في سيناء عدد كبير من السكان. مصر تخطط ان يكون هناك عدد كبير من السكان موجودين في سيناء، وبالتالي سيناء موجوده بالمواطنين المصريين. الاستثمارات اللي تم ضخها، الصناعات والمشاريع المختلفه، في معتقد ان تتكلف حوالي 7 مليار جنيه او اكثر. الانفاق تكلفت المليارات الجنيهات لعبور السيارات وعبور المواطنين، تستغرق اقل من 20 دقيقه بينما في السابق قد تستغرق اكثر من نص ساعه. وبالتالي ربط سيناء بالوطن والعمق الاستراتيجي المصري اصبح مهم. الاخر مهما كانت طموحاته واستراتيجياته، مصر لديها خطط وطموحات أكبر من الآخر، وفكرة أن الآخر ويخطط لنا وضدنا ويعادينا، نحن لدينا خططنا واستراتيجياتنا وعلينا أن نركز في ذلك ولا نركز في أنه الآخرين يخططون لنا. لا يعني اسمح لي، هو إحنا يعني وجهة نظرنا، يعني أنا سؤالي ما كانش على أن الآخر بيخطط لنا، ولكن الآخر بيرى. يعني أنا ما بعمل تنمية سياحية من أجل جذب أكبر قدر ممكن من أعداد السائحين من مختلف دول العالم، وشفنا وتابعنا بالفعل أن هناك العديد من الدول اللي رفعت الحظر الطيران عن شرم الشيخ وأصبح في توافد عدد من السائحين. التنمية الاقتصادية والصناعية هتشجع الآخرين من مختلف الدول للاستثمار في سيناء. فهنا أنا لما بشوف وجهة نظر الآخر ليس على أساس نظرية المؤامرة أو ولكن على نظرية الاستثمار والتواجد والشراكة اللي بنسعى إليها النهاردة من خلال علاقة مصر الخارجية مع مختلف الدول، سواء كانت الدول العربية سواء الدول الأجنبية. هنا الشراكة بيكون ليها العائد الخاص بيها بالإيجابية على كل الأطراف، وده اللي بنسعى إليه في الوقت الحالي. العلاقات الدولية قائمة على فكرة الصراع الحقيقي بصرف النظر عن فكرة المؤامرة أو عدمها. يعني كل دولة تخطط لمصالحها، الشراكة أمر منطقي، لكن مصر دولة طول عبر تاريخها وإلى الآن ومستقبلا أعتقد أنه تدعو إلى السلام والأمن والسلم العالمي والتعاون مع الدول والشراكة. صحيح. وعدم والبعد عن الصراعات والمشكلات. لكن هناك دول بتستهدف سياسات أخرى معادية لمصر، معادية للمنطقة. منطقتنا دائما بتصدر الحضارات للعالم الآن وفيها خيرات عديدة، دول أخرى تريد السيطرة على هذه الخيرات، إفقار دولها، أننا نعيش في مشكلات وإرهاب ومختلف هذه العداءات. مصر لديها سياسات كلها سلم ودعوة للسلام العالمي، بينما دول أخرى تريد عكس ذلك، وهذه الدول معروفة وتعي ونعي ذلك. يعني احنا خلينا ماشيين في طريقنا في التنمية، في تحقيق الخطوات الإيجابية نسعى لتحقيقها، وده كله هينعكس علينا في النهاية، ولا نلتفت بأي شكل من الأشكال إلى كل هذه المحاولات، لأنها إن شاء الله لن تنال من إرادة الشعب المصري ومن إرادة
القيادة السياسية بأي شكل من الأشكال، لكن احنا عندنا هدف وبنسعى إليه وإن شاء الله نقدر إن احنا نحققه. ومصر بمختلف محافظاتها ومنها طبعا سيناء تقدر إن هي تحقق العديد من الإنجازات. أكيد طبعا سيناء جزء مستقبلي هام في استراتيجيات مصر. الحقيقة مصر أنفقت وركزت بشكل رئيسي على منطقة السويس اللوجستية، منطقة سيناء الحقيقة، وأجزاء كبيرة من بورسعيد والسويس والإسماعيلية موجود في سيناء، ومهم جدا أننا هنركز في المستقبل القريب على سيناء وتأهيلها، وعدد كبير في عدد كبير جدا من السكان في سيناء إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد القادر الهواري الكاتب والباحث في الشؤون العربية والدولية، نورتني يا فندم. إن شاء الله نشهد كل خطوات إيجابية في تنمية كل محافظات مصر، سيناء وصعيد مصر وغيرها من المحافظات اللي بالفعل بنشهد كل يوم افتتاح جديد وتواجد جديد للإرادة المصرية. بعد الفاصل هنكون مع حضراتكم وخطوة جديدة بنقوم بيها من أجل التحول الرقمي ومواكبة التكنولوجيا في العالم كله. بعد الفاصل يكون لنا لقاء مع حضراتكم. يعد التحول الرقمي من أبرز الملفات التي تهتم بها الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وبتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات. مشروع التحول الرقمي يعتمد على تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك تحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعات الرقمية والإبداع التكنولوجي وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي. إن التحول الرقمي من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية تطوراً عاماً، فالتحول الرقمي سوف يوفر الوقت والجهد، وسوف يقضي التحول الرقمي على البيروقراطية مما يحدث معدلات رضا لدى المواطنين، لأن الخدمة سوف تتم دون أي تأخير وفي أسرع وقت. مرة تانية مع حضراتكم مشاهدينا، وبنتكلم في موضوع من الموضوعات المهمة جدا بالنسبة لنا، ومهم جدا ان كل مواطن مصري يعرف اهمية هذا الموضوع، التحول الرقمي. العبارة دي اصبحت عبارة بتتكرر كل يوم وبنشوفها في مختلف المجالات، وبتقوم بيها العديد من الهيئات في الفترة الحالية لمواكبة التطور التكنولوجي. هل احنا بالفعل على يعني دراية بهذا الموضوع، وازاي هنستفيد منه، وازاي ده هيحقق لنا العديد من اوجه مكافحة الفساد بشكل كبير جدا؟ خلونا نتعرف اكتر عن هذا الموضوع اللي بالفعل بيتم البحث واقامة العديد من المؤتمرات عنه. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي. برحب بالاستاذة فاطمة حسن، اهلا بيكي، والاستاذة رنا نجم، اهلا بيكم منورنا بالمركز الاعلامي العربي. اهلا وسهلا. انتوا باحثين بالمركز مش كده؟ طيب خليني في البداية فاطمة يعني اعرف منك، هما كلمتين التحول الرقمي معناهم ايه؟ التحول الرقمي بمفهومه البسيط من غير اي كلام معقد، يعني هو ان احنا بنتحول من المعاملات الورقية والنقدية الى المعاملات الالكترونية. تمام. يعني اي حاجة بنتعامل بيها بالورق عايزين نلغيها، عايزين شايفه في ورق بعد كده بلا ورقه واحده يعني. فاحنا التحول الرقمي بيفيد بايه بقى؟ بيوفر لنا الوقت، بيوفر لنا جهد، بيوفر لنا الفلوس، بيوفر لنا غاز ووقود.
يعني انا بدل ما انا عايزه اروح اخلص مصلحه ليا مثلا في اي مصلحه حكوميه هاخد مواصلات فهدفع فلوس فهعمل زحمه. طب احنا بقى نلغي ده كله وانا قاعده في البيت اطلع الموبايل انا ماسكه الموبايل ادفع فلوس الغرامه مثلا اللي في المرور ليا يعني اشحن موبايل اقل واجب يعني اقل من الثانيه. طيب ده اكيد بيتطلب مقومات معينه او بنيه تحتيه تكنولوجيه نكون مؤهلين ان احنا نقوم بالدور ده. هل النهارده علشان اقوم بعمليه التحول الرقمي ده متواجد في كافه المجالات ولا يعني بيتم توفيره بالتوالي او ولا بالتوازي ولا ازاي؟ خلينا نقول الاول ان الدوله الفتره اللي فاتت لقيناها ان هي موليه اهتمام كبير جدا لموضوع التحول الرقمي وده شفناه ان لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت بيتكلم ان مصر لازم تتحول رقميا في اسرع وقت. طيب لقينا ان فعلا الدوله ماشيه على الاطار الصحيح وخدت الاجراءات في ده اجراءات كتير جدا في زي اجراءات كتير جدا يعني اخر حاجه كان من الاجراءات ديت اصدار بطاقه ميزه وبطاقه ميزه ديت اصدروها حوالي يعني وصلنا عدد 30 مليون بطاقه الى الان. كمان في حاجه مهمه جدا لقينا ان اغلب المصالح الحكوميه بدات ان هي تتحول رقميا مثلا وزاره الماليه لقينا عشان اخلص حاجه في الضرايب فانا ممكن اخلصها عن طريق بوابه الحكومه الالكترونيه. لقينا التموين، لقينا صرف المعاشات، لقينا خدمات كتير جدا الدوله بدات ان هي تحولها رقميا. صحيح. طيب كتير قوي ممكن يقولوا هو ده مش بيكون متطلب ان المواطن العادي اللي ربما برضو ليس على قدر كبير من التعليم ان هو يقدر يعرف ده ويقوم بيه بالرغم ان انا شايفه ان المقوله دي غلط جدا. يعني ابسط مثال على ده الكارت التموين او الخبز لما ظهر بدانا كلنا نتعامل بيه على كافه المستويات. فهل انتم شايفين ان ده بالفعل محتاج تاهيل او محتاج نوع من زياده الوعي لدى المواطن بهذا الموضوع؟ تقريبا النقطه الاهم في نقطه ان احنا ازاي هنتحول رقميا ازاي لازم نرفع ثقافة الوعي عند المواطنين. أغلب الشعب المصري بسيط فبيخاف يستخدم بطاقة الإلكترونية جدا. يعني هيقول لك لا أنا هروح أسحب المرتب مثلا لا يا عم ناخد الفلوس في إيدي فلوسي تبقى معايا. بالظبط. بالعكس التحول الرقمي بيمنع السرقة. صحيح. أنا لو خدت المرتب في جيبي وأنا ماشي هتسرق كل حاجة راحت. لكن لو أنا بدفع يعني بسحب الفلوس من أي ATM وأنا ماشي موضوع بسيط. صحيح. موضوع بسيط جدا وحتى مش هسحب انا هدفع بيه على طول دايركت على طول يعني نستخدم الكاش. على فكره تداول الكاش ما بيننا بيسبب امراض. يعني شوفي انت ال10 جنيه دي بتتداول على كام واحد بيحصل نقل ميكروبات قد ايه. انا عايزه اقول موقف حصل معايا رحت اعمل ايداع في البنك في الاي تي ام قلت بدل ما اروح البنك واخد اجازه فهعملها في الاي تي ام على طول في 5 دقائق. حصل مشكلة يعني في الصراف الآلي والفلوس اتحشرت. دي مثلا حاجات هتقلق. عايزة أقول لك كلمت خدمة العملاء من أحد البنوك اللي أنا معاهم في خلال يومين كان عارف المبلغ كام وردهولي وما حصلش أي مشكلة. فاحنا لازم نوعي الشعب إن لكن لو راحت منك الفلوس دي انسي خلاص بقى. مش هنعرف نجيبها تاني. خلاص. فحقيقي اسهل بيوفر سرعه بيوفر الوقت جدا وبيعمل لنا سرعه بقى في ان احنا ننجز شغلنا كله. مش بس كده يعني هي مفهوم دايما ان بيقول لك ان التعامل البشري هو بيتيح فرصه للفساد باشكال كثيره قوي وكلنا بنواجه دوت وبنشوفه. يعني لازم نواجه انفسنا ان دي مشكله او افه من الافات اللي كانت موجوده. النهارده التحول الرقمي بيقاوم هذه الافه بشكل كبير جدا وده بنشوفه بقى من خلال طريقه الدفع الالي. ما بقاش فيه يعني اجراءات مش معروفه انت بتقومي بالاجراءات دي. النهارده من خلال يعني مركز الاعلامي العربي ازاي بترصدوا الخطوات اللي بتتم وازاي بتقيموا الاداء الخاص بيها؟ يعني احنا طول الوقت بصراحة بنتابع اداء الدولة وبنتابع الاجراءات اللي بتقوم بيها الدولة علشان نتطور رقميا بشكل اكتر. يعني انا عايزة بس اكد على نقطة هي فاطمة اتكلمت فيها وهي نقطة ان التحول الرقمي ده بيوفر لي الوقت بيوفر لي الجهد وكمان بيكافح لي السرقة.
عايزه اتكلم في مكافحه الفساد اللي احنا مكافحه الفساد عنها. بشكل عام كمان انا في التحول الرقمي انا كل جنيه داخل للدوله انا ببقى عارفه مصدره وبيبقى فيه رقابه عليه. فتقريبا هو دمج الاقتصاد الغير رسمي او الاقتصاد الغير معلوم في الاقتصاد الرسمي. صحيح. ودي حاجه مهمه جدا. هيوفر لي ميزانيه هيوفر لي يعني في الميزانيه مش اقل من 2 مليار جنيه في الميزانيه. ده من المتوقع ان احنا يعني نحصل عليه نتاج التحول الرقمي. اكيد طبعا. طيب ده برضو بيتطلب نوع من الـ مش عايزه اقول الرقابه لكن اصبح في مشكلات بتواجه التكنولوجيا المتقدمه برضو. أكيد. ازاي ده بيتم وضع الضوابط والاليات الخاصه بتحقيق الرقابه ونوع الامان بالنسبه لكل مواطن؟ هو احنا دلوقتي طبعا الدوله برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعم التحول الرقمي بشكل كبير جدا، منها ان هو هنعمل بنيه تحتيه معلوماتيه تم تدشين المقصود بيها مشروع البنيه التحتيه المعلوماتيه ربط 70 قاعده بيانات ببعضها حكوميا. تمام. علشان يبقى يعني مدي المواطن الامان الكامل في انه معلوماتك وكل بياناتك سريه جدا، وده اوريدي الدوله يعني عملته بالفعل. تاني حاجة احنا محتاجين ندي دورات تدريبية بقى للعاملين في الدولة. صحيح. ازاي يتعاملوا الكترونيا؟ عايز اقول لحضرتك عدد مقدمي الخدمة اقل كتير من عدد المستفيدين، يعني بيبقى قدامك شباك 10 المستفيد من الخدمة 100، فاحنا عايزين نقضي على الطوابير يعني القضاء على الطوابير. صحيح. طبعا اتفضل. الدولة يعني ان شاء الله في 2020 في نقل للعاصمة الإدارية الجديدة، يعني الشعار بتاع الدوله ان هي عاصمه اداريه جديده بلا ورقه واحده، واعتقد ان ده هيعمم على كل محافظات مصر. بالتأكيد. وهنا بنتساءل يعني ده هينتج عنه برضو التطوير في هذه المحافظات للقيام بهذا الدور عشان المواطن يقدر ان هو بالفعل يؤدي الدور اللي عليه ويستفيد من هذه الخدمه. اذا هي تنميه شامله هتنتج عن عمليه التحول الرقمي. كمان انا عايزه اكمل نقطه المدن الجديده، ان في خطه دلوقتي للدوله ان هي تحويل كافه المحافظات مصر ان هي تبقى محافظات رقميه. تمام. شفنا ده بورسعيد. بورسعيد هي اول محافظه رقميه، وان شاء الله في الخطه الجايه يعني هيبقى في اربع محافظات تانيين رقميه برضو في خلال 2020 على راسهم الاقصر واسوان والسويس والاسماعيليه. كمان لقينا ان العاصمه الاداريه استكمالا لكلام فاطمه، العاصمه الاداريه هي اول مدينه ذكيه او بنقول عليها مدينه من مدن الجيل الرابع. العاصمه الاداريه هيبقى على نهجها كذا مدينه ثانيه زي مدينه العالمين، مدينه المنصوره الجديده. كل المدن دي انا مش هلاقي فيها ورقه واحده، هيبقى انتقال بشعار مدينه خاليه من الورق. هي مش بس خاليه من الورق، هي كمان انا هوفر كهرباء، انا هوفر غاز، هوفر التعامل بالورق، يعني هخلي البيئه نظيفه. فهي منظومه متكامله. بس بنعول على الدوله دور مهم جدا ان انا زي ما انا بقدم دورات تدريبيه للموظفين انا برضو لازم افهم المواطن ازاي يتعامل مع ده واسهل عليه. لقينا مثلا بتقوموا بده ازاي؟ يعني مثلا الدوله بصراحه قامت بيها برضو الاعلام، طبعا ليه دور مهم جدا ان هو يوعي المواطن. زي مثلا كان الفتره اللي فاتت كان في اغنيه لاحمد مكي كان بيتكلم فيها الكارت ميزه، الاغنيه دي حققت مشاهدات يعني عالميه. الاغنيه دي تقدر ان هي توصل لاقل مواطن بسيط. بيتكلم فيها بيفهموا ايه كارت ميزه ده وازاي انت ما تمسكش الكاش، خلاص راح زمن الكاش. فانا اقدر عن طريق الاعلام واقدر عن طريق ممكن اعمل مثلا فيلم وثائقي صغير كده. لا عندنا سبل كثيره جدا، عندنا مراكز للشباب ممكن انها تقدم نوع من التوعيه بالنسبه للشباب في مختلف بالاضافه طبعا لمقدمي الخدمه. طبعا بالتاكيد. وهنا يعني المنظومه المتكامله للمجتمع بقى بالظبط، مش بس الجهات الحكوميه لكن كمان الحقيقه كل الهيئات لابد ان هي تساهم في هذا الموضوع، كل واحد بيبقى عليه مسؤولية مجتمعية في هذا الشأن. أعتقد أن هناك العديد يعني من اللقاءات والمؤتمرات اللي بتتم في هذا الإطار، وبنحاول أن احنا نتعرف على كل ما هو جديد لها. حضراتكم من خلال المركز الإعلامي العربي بترصدوا كل ما يتم من مناقشات ومباحثات ومؤتمرات حول هذا الموضوع وأهم ما يدور فيه؟ أكيد طبعا. احنا من خلال المركز الإعلامي العربي برئاسة دكتور مصطفى الفقي غني عن التعريف، يعني احنا بنعمل مؤتمر اسمه مؤتمر الناس والبنوك. السنة دي كان
في نسخته 13 قدمنا كان كله عن مجتمع اقل اعتمادا على الكاش. عايزين بقى بنواكب كان نتيجته ايه بقى هذا المجتمع؟ التحول الرقمي، ان احنا طبعا التحول الرقمي هيحقق نهضه اقتصاديه بحتة. يعني عايزة أقول لحضرتك الصين مثلا حجم اقتصادها 12 تريليون دولار، حجم اقتصادها بقى الرقمي منه حوالي 4 مليون تريليون دولار، يعني فيما يعادل 30%. ده هيخليها يعني من أكبر الدول اقتصاديا. هي من أكبر الدول اقتصاديا بالفعل، وليها التجربة الخاصة بيها، لكن نستطيع أن يكون لنا أيضا التجربة الخاصة بينا اللي نكون فيها مع مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا بفضل عقولنا المصرية، شبابنا الجميل اللي موجود في كل مكان، واللي الحقيقة عندنا أمل كبير جدا إن هو يحقق كتير وكتير. أنا بشكركم جدا، نورتوني وبتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وخطوات جادة في هذا المجال. ألف شكر لوجودكم معنا. بكده بكون وصلنا مع كل مشاهدينا لنهاية لقائنا النهاردة. مزيد من الموضوعات واللقاءات دايما هتكون مع حضراتكم من خلال مصر جميلة. بشكركم وإلى اللقاء.